صحيح صحيح، تم لها رمي حسب الخطة المرسومة. كلها منطقة تلال الكندي، فإذا اكو هدف جرابه يقصد به فأتمنى ترد لي اياه. لا اندفاع فوجه على الخطة النارية فقط حسب المنهج. سمعك واضح تفضل. حقيقة انقطعت المحور الشمالي لعمليات قادمون يا نينوى، وضمن المرحلة الثانية من خطة تحرير مدينة نينوى القطعات متمثلة بجوال قيادة عمليات تحرير نينوى وقيادة الفرقة 16، تمكنت عملية خاطفة وسريعة من تطهير مجمع الحدباء السكني، شقق الحدباء السكنية. هذا المجمع واحد من أكبر المجمعات السكنية في داخل الساحل الأيسر. العملية كانت ناجحة بكل المقاييس، والآن المنطقة مسيطرة عليها بالكامل. قمنا بقتل أكثر من 45 داعشي، تدمير أكثر من 5 عجلات مفخخة بضمنها شفر مدرع، وتدمير أيضا الكثير من إمكانيات العدو. طيب هل هنالك خطة زمنية للوصول إلى ضفة النار؟ مستمرة، العملية مستمرة، ويوما بعد يوم نحن لا نبعد عن النهر أكثر من 2 كيلومتر. إن شاء الله خلال أيام قليلة مقبلة سنصل ليس إلى النهر وإنما نحرر الساحل الأيسر والأيمن بالكامل. رسالة تحب توجهها للمدنيين لبقية المناطق؟ لا أخواني من أهل نينوى، أقول
شكرا على تعاونكم، ونطلب منكم المزيد من التعاون، وفي نفس الوقت نطلب منكم أن تقفوا بوجه داعش، هذا التنظيم الإجرامي الذي حاول محاول قتل أبنائكم وشعبكم. عليكم الوقوف مع قواتكم الأمنية ومساندتها بالكلمة وبالموقف وباستخدام السلاح ضد هذا التنظيم الجبهي. احنا متواجدين بالمحور الشمالي يعني، والأخ الفريق الركن علي وبقية الإخوان الضباط، هذا المحور الفرقة 16 وقسم من قوات الفرقة 15 موجودة به، إضافة إلى الإخوان بالحشد الشعبي لينينا وموجودين. هدفنا كان أن نتحرك من منطقة العرقوب نحو منطقة عمارات الحدباء. هذه العمارات اللي هي 167 عمارة، منطقة استراتيجية لأنها مشرفة على بقية الأحياء، وكان داعش مخلي خيرة القناصين من الأجانب في هذه العمارات ومعول عليها كثيرا بإسناد قوي جدا من التحالف. استخدم صواريخ هايمارس، واستخدم الأباتشي، واستخدم الطيران، وأيضا طيران الجيش كان معنا في طلعتين جوية. تمكن الأبطال بلواء 71 ولواء 76 من الزحف والوصول إلى أهدافهم بساعة مبكرة، ولله الحمد ما تلقينا أي تقرير عن تضحيات في الجنود البواسل أو معداتنا، بينما خسر العدو فقط اللي حصيناه من قوات التحالف، لا تكلم عن خسائر بالقوات الأرضية أكثر من 50 قتيل. وتم السيطرة على العمارات، والآن العمل جاري على تطهيرها، وبذلك يصبح حي الحدباء، حي السكر، 7 نيسان، بقية الأحياء القريبة على العمارات تعتبر ساقطة من الناحية العسكرية. أضف إلى ذلك أنه قواتنا بالسي تي اس تقدمت، أخذت حي المثنى، وإن شاء الله راح يكون العمل بتنسيق معهم ونأخذ كل الأحياء. فأنا أطمن أهلي في حي الحدباء والسكر و7 نيسان والصديق، إن شاء الله خلال وقت قريب كل هذه الأحياء راح تكون مطهرة من إصابة داعش. الطالب فوجي الثاني قوة 76 فرقة 16 المحور الشمالي. نسحت الذكرى ما بطلحك. أنا الشعب العراقي من الأرض للطول، وأنا الكل، واللي يعترض كذب. أنا البيت كله وراعي هذا البيت، أموت بساحة وما أترك النعم. الله 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 الله. هذا بيت الحسن مال داعش، سحقناهم بالكامل. الدولة الإسلامية مأمنة كلها، طب ما نقدر خلب، وإحنا خلينا واحد هنا قدم لنا منطقة الحدباء وحررنا المناطق السكنية وحررنا العوالي من أيدي داعش وظلم داعش الإرهابي حاليا. وهي فرقة 16 تقدمت بالمحور الشمالي الجانب الأيسر لمنطقة الحدباء، الحمد لله شكر حررنا المنطقة بالكامل. وجود هاي الأبطال المتواجدة بساحات القتال، والله احنا نوجه رسالة لأخواننا المدنيين، احنا ان شاء الله جايينكم ونحرركم من ظلم داعش وكفر داعش الإرهابي اللي جاوا به، وان شاء الله احنا اخوتكم كل الجيش العراقي وكل الطوائف المتواجدة حاليا بهذا المكان. جينا هنا نحرركم من هذا الظلم، وان شاء الله احنا قادمين اكثر واكثر من الجانب الايسر للجانب الايسر ان شاء الله. والله مقاومه داعش يعني انتهت ان شاء الله، واحنا ما قصروا جنود ابطال ابطال، ونهيناهم وانسحبوا واخذنا سلاحهم واخذنا الغنائم مالتهم، وان شاء الله نعود العوائل ان شاء الله، ان شاء الله رجع العوائل ان شاء الله لاهلها ولديارهم يعني سالمين وغانمين باذن الله تعالى بجود هاي الابطال الموجوده حاليا من لواء 76 فوج الثالث. والله المعنويات جدا عاليه ومنتصرين ان شاء الله عليهم ان شاء الله. وين راح تتوجهون هسه؟ للحدباء ان شاء الله، اخذنا الشقة وهسه راح توجه للحدباء ان شاء الله، ونهزم داعش وغير داعش. شو توجه رساله المدنيين الان الموجودين منطقه؟ والله سالمين قانمين ويردون لبيوتهم ان شاء الله، واحنا جايينهم والتعاون مالتهم ويانا نريدهم. زين كيف كانت اصابات داعش المقاومه؟ لا والله انهزموا قدام، هاي الياتهم انهزموا قدام، وهاي الياتهم وجثثهم هاي موجوده.
اوكي هاي اليات اسس هاي اليات هاي ان شاء الله التصريح ناخذ ال 14 ونص هاي مالتهم هاي كانت بالشقق واخذناها منهم هاي قبل شوي عليها هاي عجله وهاي سياراتهم وجثثهم مطشره جثثهم مطشره وهاي سياراتهم شوفوا وش شلون معنوياتهم والله معنوياتنا فول وهم معنوياتهم صفر كل شيء ماكو حتى ما يقامون قدام حوض ركض قدامنا والله معنويات الجيش والحمد لله والشكر وهاي المنطقه اللي حررها لواء 76 فوج الثالث المنطقه اللي حررها تجي العوائل تمسكها شو توجه رساله للمدنيين الموجودين الان والله احنا اخوانهم ان شاء الله بس كون يتعاونون ويانا وان شاء الله نخلصهم من دنس داعش الارهابي اول شيء الله يسعدك حبيب قلب الله يخليك المعنويات المعنويات عالي العال وان شاء الله فول وين راح توجهون هسه؟ ان شاء الله لنينوى. وين حد منطقه الحدباء؟ حد منطقه الحدباء ان شاء الله. وخلصانه بحيل الله وعلي. ان شاء الله، شلون شفت مقاومه داعش؟ ما لهم كل مقاومه. والله ما لهم كل جرذان يرقون قدامنا. كل جرذان. ما لهم كل مقاومه، هاي مخلفاتهم. وهاي هواي سيارتهم. نعم، شو توجه رساله للمدنيين الموجودين هسه بالمدينه؟ نسال ان الله من عزيز الجليل يرجعون لمناطقهم ولبيوتهم. ونكون معاون تعاونين وياهم ان شاء الله ومهما وكذلك تعاونون ويانا اخوتي ها واسمع ذيقار ايش قالت بنت الموصل لا تبكين اسمع ذيقار ايش قالت بنت الموصل لا تبكين